بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية تكلمنا في تسمية الأروماتيك كومباوندز وركزنا على نقطة لما بيكون موجود عندنا أكثر من سبستيتيوانت نتبع المركب لأي مجموعة، والأمر زي ما بتلاحظوا بسيط من خلال أنه أعطيناكم ترتيب معين، يمكن في نقطة بدي أنوه إلها حتى إذا واجهتكم ما تتخربطوش فيها. من خلال هذه المركبات لاحظوا مثلا هذا المركب أعلى مجموعة في OH، ولذلك سميناه فينول. واضح؟ فبينت OH في نهاية المقطع بشكل أول. الآن السؤال، لما OH ما تكونش هي المجموعة اللي بدها تكون عائلة المركب، تيجي عائلة أعلى منها، هي إيش بده يصير فيها؟ بدها ترجع لإسمها الأصلي لما تبطل عائلة. ولذلك في هذا المركب لما وجدت OH مع هذه المجموعة، الآن الألديهايد أعلى من OH، فالمركب صار بنز ألديهايد. شو سميت OH؟ هيدروكسي. واضح؟ الآن الكلام نفسه بتكرر لو أنا أعطيتكم مركب زي هذا مثلا، سي دبل بوند او سي اتش 3، وحطيت هنا سي اتش 3. الآن هنا في عندي كيتون والكيل جروب، العائلة الكيتون، وهذا الكيتون معروف اسمه أسيتوفينون. واضح؟ أسيتوفينون. فلما أجي بدي أسمي المركب أقول فور مثل أسيتوفينون. كويس؟ طب السؤال، لو هذه المجموعة ما كانتش عائلة، لو إجت مجموعة أعلى منها، والمجموعات الأعلى من الكيتون الألديهايد أو الأسيد أو الإيستر، شو بده يصير اسم هذه المجموعة؟ واضح؟ يعني لو حطيت بمثل هذا المثال الآن، هاي ألديهايد وهي كيتون، الألديهايد أعلى من الكيتون، إذا الجزء اللي عندي شو هو؟ بنز ألديهايد. طب هذه المجموعة السي اتش 3 سي دبل بوند او، ايش اسمها؟ أسيتال. الآن بدي اياكم تعرفوا انه اسمها أسيتيل. بدنا نعرف انه اسمها أسيتيل. الآن هذه المجموعة جاية من وين أساسا؟ جاية من حمض الأسيتيك أسيد اللي هو حمض الخل. لو احنا اطلعنا على الأسيتيك أسيد سي اتش 3 سي دبل بوند او او اتش، تمام؟ الآن مجموعة الأسيتيل هنا هي هذه المجموعة، هذه الأسيتيل، وبنرمز لها عادة بالرمز AC. ولذلك لو كان عندكم مثلا مركب مكتوب عليه AC بدكم تعرفوا انه هذه مجموعة ايش؟ الأسيتيل، اللي هي CH3 سي دبل بوند O لوحدها. الآن مر علي مجموعة تانية بتشبهها، لو أنا أخذت CH3 سي دبل بوند O مع الأكسجين، عرفت الآن الأسيتيل فقط هذا الجزء. طب يا ترى لو أخذت هذه كمجموعة CH3 سي دبل بوند O O، وعادة هذه بتكون ماينس، ممكن يكون معها NA بلس، نتذكر هذه إيش اسمها كلها كمجموعة، هذه بتصير أسيتيت، أيون سالب، والأيونات السالبة عادة بتنتهي بإيت، زي ما بنقول سلفيت، نيتريت، كربونيت، أسيتيت، هذه مجموعة الخلات بنسميها بالعربي، ولذلك هذا بصير صوديوم أسيتيت بالإنجليزي أو بالعربي خلات الصوديوم، فهذه المجموعة بدها تكون أسيتيت. الآن لو بدي أكتب مجموعة الأسيتيت مختصرة، كيف بكتبها؟ A C O ماينس، لأنه هذه الوحدة AC، A كابيتال سمول C، الآن مع الأكسجين بتصير AC O ماينس، إذا صار عندي مجموعة AC ومجموعة AC O. واضح؟ الآن السؤال، لو إجاكم مثلا بتفاعل مكتوب عندكم AC O H،
ايش بده يكون؟ الاسيتيك اسيد. هاي اي سي وهي او وهي اتش. فالاسيتيك اسيد ايش بنختصره؟ اي سي او اتش، هذا الاسيتيك اسيد. فهذه رموز عادة بتتكرر معنا، الاسيتيك اسيد اي سي او اتش، الاسيتات اي سي او ماينس لواحد، هذه اسيتات وبتيجي على شكل ايون سالب. الان الاي سي لحالها هذه مجموعة عضوية، ولذلك لما بينت هنا قلنا اسيتيل بنزالديهايد. واضح؟ اذا رجعت لاصلها، في المركب اللي قبل شوية كتبناها كان اسيتوفينون، كانت هي العائلة. لما صارت فرد وفي شيء اعلى منها بدي ارجعها لايش؟ لاصلها، اصلها اللي هو الاسيتيل. كذلك الحال في هذا المركب، اسيد وكيتون. طبعا المركب بده يتبع ايش؟ الاسيد بنزويك اسيد، هذه ايش بتكون؟ اسيتيل. الان بضل عندي مجموعه واحده بدي اشوف لما بترجع ل اصلها بتبطل عائله، ايش بسميها؟ اللي هي تحديدا مجموعة الألديهايد هذه. يعني لو حطيت أسيد وألديهايد، هذا المثال مش موجود عندكم. أسيد وألديهايد، مين اللي أعلى؟ الأسيد. ممتاز. طيب هذا بنزويك أسيد، بنزويك أسيد. الآن هذه المجموعة شو اسمها؟ فورميل. واضح؟ وبالتالي هذا بده يصير ايش؟ فور فورميل، فور فورميل. هذه المجموعة السي دبل بوند او اللي متصلة باتش فورميل، والسي دبل بوند او لو اتصلت بمثل بتصير كيتون اسيتيل. اخذناها. وضحت الفكرة؟ فكل شيء اذا ما كانش هو العائلة بده يرجع لايش؟ لاسمه. تماما المثل لما بتكون عائلة بنكون نقول طلوين، لما تبطل عائلة بترجع مثل. الاو اتش لما تكون عائلة فينول، بتبطل عائلة بترجع هيدروكسي. الكيتون مثلا هذه المجموعة لما تكون عائلة اسيتوفينون، بطلت عائلة اسيتيل. الفورميل بنز الديهايد، اوكي؟ بطلت عائلة ترجع لايش؟ ترجع لاسم فورميل. طبعا ربما البعض منكم بيعرف انه الفورمل ايضا جاية من هذه المجموعة اللي هي السي دبل بوند او اتش او اتش، هذا اللي اسمه الفورميك اسيد، ابسط الاحماض العضوية، ابسط الاحماض العضوية اللي في اتش. الاسيتيك اسيد في مثل ثاني حمض عضوي، لكن ابسط واحد في الاحماض العضوية اللي اسمه ايش؟ فورميك اسيد. الآن منه هذه المجموعة لوحدها كمجموعة عضوية إيش اسمها؟ فورميل. اسمها فورميل. بالعربي هذا الفورميك أسيد شو بسموه؟ حمض النمليك. لا، هو الفورمالين، هو الفورمالديهايد مدوب في مية، بمر معنا بعدين، لكن هذا بنسميه بالعربي حمض النمليك، لأنه هذا الحمض اللي النملة لما بتقرص بتحطه بتفرزه في الايد وبسبب الالم الشديد اللي بتعرفوه. وحتى باللغه الالمانيه زي ما احنا بنسمي، احنا بنسمي النمليك، هم عندهم النمل امايزن فبسموه امايزن زويري، حمض النمل امايزن زويري. واضح؟ فهذه الفورميل جايه من وين؟ من الفورميك اسيد. هذه النقطه حسيت انه ربما بيكون مفيد ان ناكد عليها في موضوع التسميه. الآن بالنسبة للتفاعلات للأروماتيك كومباوندز، اتفقنا إحنا على شغلة إنه الأروماتيك كومباوندز أو حلقة البنزين كثافة إلكترونية، ولذلك الذي يجب أن يهاجم عليها موجب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لا تتفاعل بالإضافة، ولذلك لاحظوا الدبل بوندز هنا في كل التفاعلات حاطينهم على شكل هيك حلقة لأنه تعبير عن الريزونانس وما بنغيرش فيهم. طب ها ايش اللي بيصير في تفاعلات الاروماتيك كومباوندز؟ تفاعل ابدال. ماذا نفعل في هذا تفاعل الابدال؟ بنيجي
بنشيل موجب وبنحط بداله موجب تاني. واضح؟ دائما الابدال اللي بده يبدل شغله بشغله ببدل شغله من نفس الشغله. يعني لو بدي ابدل موجب، اذا بدي اشيل من المركب موجب، شو بدي احط بداله؟ موجب. الان هنا بسمي الابدال الكتروفيليك سبستيتيوشن. مرت معنا كلمه الكتروفيليك موجب، مزبوط ولا لا؟ ولذلك حتلاحظوا هنا ايش العنوان، الكتروفيليك سبستيتيوشن. معنى الكتروفيليك سبستيتيوشن بدي اشيل اشي موجب واحط مكانه اشي موجب، مزبوط ولا لا؟ واللي بده يبدل سالب، ايش بده يحط مكانه؟ سالب. ولذلك حيجي علينا في مكان تاني، بل أمر علينا في أمثلة سابقة لو كنتم منتبهين، إن يوكليوفيليك سبستيتيوشن، إن أشيل سالب أحط مكانه سالب، أشيل موجب أحط مكانه موجب. لما المرة الماضية على سبيل المثال كنا نفاعل الأسيتيلايد أنايون مع مركب فيه كلور أو يود، متذكرين شلنا اليود السالب مع إلكتروناته وحطينا الأسيتيلايد، آخر تفاعل في الأسيتيلينز، قلنا بنشيل سالب ونحط سالب. الآن لو إجيت قلت لكم هذا التفاعل شو بدي أسميه؟ بدي أسميه النيوكليوفيليك سبستيتيوشن، لأنه أنا بدأت بنيوكليوفايل. هنا وين الموجب اللي بدي أشيله؟ الأتش هذه لوحدها بدون زوج الإلكترونات، انتبهوا معي. وقتها بدي اجيب بدلها موجب، نفترض اكس موجبة، سي الموجبة، شلت الاتش الموجبة حطيت الاكس الموجبة، هذه محصلة التفاعل. اذا التفاعل ايش بصير اسمه؟ الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. ولذلك لو احنا بنيجي بنسالكم مثلا اروماتيك كومباوندز اندرجو اديشن رياكشنز، غلط. اروماتيك كومباوندز اندرجو النيوكليوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، برضه غلط، لليوكليوفايل بيقربش عليها لانها سالبه كثافه الكترونيه هنا، فمين اللي بيقدر يقرب عليها؟ الموجب. فلما ينسال الطالب سؤال عام وحتى في مقابل التوظيف لما الواحد بيسال بهمش انه يخلي الطالب يعيد كل العلم، بس ممكن يقول له ببساطه ايش التفاعل الاساسي للاروماتيك كومباوندز عشان يسمع منه كلمة إلكتروفيليك وأروماتيك وسبستيتيوشن. كمان سؤال زي هذا بنقول للطالب أنت فاهم كيمياء، واضحة الفكرة؟ الآن إيش اللي بدنا نبدله دائما؟ أتش موجبة ونحط بدلها. إذا حطينا بدلها هالوجين بنسمي العملية هالوجينيشن، إذا حطينا بدلها نيترو بنسمي العملية نيتريشن، إذا حطينا بدلها مجموعة السلفونيك أسيد سلفونيشن، إذا حطينا مجموعة ألكل الكايليشن، إذا حطينا مجموعة أسل أسيليشن. يمكن البعض يقول إحنا هذه مجموعة أسل ما مرتش علينا، إحنا مر علينا أفراد من مجموعة الأسل توي لسه، انتبهوا معي. المجموعة بشكلها العام R C بالبند O، هذه أسل، لاحظوا زي ما بنقول ألكل، الألكل ببين فيها كلمة إيش؟ R، هذه أسل اللي مبين فيها R. الآن لو خليت الR تحديدا مثل، إيش صار اسم المجموعة؟ أسيتيل، توي أخذناها. لو خليت الR تحديدا H، إيش صار اسم المجموعة؟ فورميل، وهكذا. خلينا نستكفي بهدول الآن، أسيتيل فورميل. فالأسيتيل والفورميل R أسيل جروبس، أسيل عائلة، الأسيتيل فرد، زي ما نقول ألكل عائلة، مين أفرادها؟ ميثيل وإيثيل وبروبيل وأيزوبروبيل. الآن الأسيل عائلة مين أفرادها؟ أسيتيل وفورميل روبانويل وكذا. خلينا الآن نضل على الأسيتيل والفورميل، فبنسمي العملية أسيليشن. طب لو حد كتب هنا CH3 وبده العملية بدقة، وقت إيش حيسميها؟ أسيتيليشن، واضح؟ فالأسيتيليشن عملية خاصة من العملية العامة اللي هي إيش اسمها؟ أسيليشن. طبعا بصير السؤال الأصعب إنه كيف أنا بده يكون عندي كلور مثلا موجب،
كيف بده يكون عندي ان او 2 موجبه؟ كل اللي موجود هانش ملاحظين الموجب عليه ولا لا؟ هاي معنى الكتروفيلي. كل اللي موجود حقيقه في لحظه التفاعل بده يكون ايش؟ موجب. الان لو بدينا نفصل كيف انا بصل لاشياء موجبه، كيف انا بصل لاشياء موجبه؟ عاده هذا ممكن يتم باكثر من طريقه. لو افترضت مثلا بدي الكلور الموجب اللي هي اول وحده، بعمل كلورينيشن، بدي الكلور الموجب. الكلور في الدنيا كيف بنباع؟ لا مش ماينس، سي ال سي ال سي ال 2 او ان اي بلس سي ال ماينس، على العين والراس. الماينس موجود والسي ال سي ال موجود، لكن الموجب مش موجود. الان بضيف كاتاليست، عامل حفاز، عادة بنقول له لويس اسيد حسب تعريفات لويس، اف اي سي ال 3. لو بتلاحظوا الاف اي متصل بكم ذره كلور؟ يعني كم الكترون حواليه؟ 6، 3 في 2. وضعه الطبيعي المتريح 8، اذا ينقصه 2. الان هدول لما بحطهم مع بعض بيجي هذا على طول بيتحد مع هدول، بامكاننا نتخيله بهذا الشكل. هي اخذ سي ال مع الكترونات عشان يصير اف اي سي ال 4، صار 8. شو ضل عندي؟ سي ال موجبه بتتفاعل. فلا بد لاتمام هذا التفاعل انه لو انا بدي اتمم هالوجينيشن، ايش الريجنت اللي بدي احطه؟ سي ال 2 اف اي سي ال 3. ما حدش يجي يقول له بحط سي ال 2 لحاله، بتفعلش. واضح؟ ما حد يقول بدي احط سي ال 2 لحاله، بتفعلش. اللي بده يتفاعل سي ال 2 مع اف اي سي ال 3. لاحظوا ثانية بس، بدي اتذكر شغلة، انه انا لما اخذت الكلورينيشن في الاليفاتيك كومباوندز زي ما كنت اقول مثلا ميثين زائد هالوجين، كنت افاعل ايش؟ سي ال 2 في وجود الضوء او الحرارة. هذاك تفاعل مختلف، بتفاعل على الاليفاتيك كاربون. لما كنا نقول لكم ميثين سي اتش 4 وبعدين سي ال 2 في وجود الضوء اللي بنعبر عليه باتش فريكوانسي، يعني اللي هو تعبير عن الضوء، بلانك كونستانت في التردد، هذه طاقة الضوء او هيت. مش هيك احنا عملنا الكلورينيشن سي ال 2 في وجود كذا كذا، بيعطيني سي اتش 3 سي ال. هذا ابدال على الاليفاتيك كومباوندز. الان لو هذا الكلام اجيت اعمله على اروماتيك كومباوند على بنزينة، فيش رياكشن. اذا بدي انتبه للشروط. الشرط لما كنت بفاعل على الميثين والايثين وكذا كنت بدي سي ال 2 في وجود ضوء او حراره، لما بفاعل على البنزين بدي سي ال 2 في وجود اف اي سي ال 3. الان بصير عندنا سؤال للاذكياء احيانا بهذا الشكل، انه انا لو جبت المركب نفسه، لو جبت المركب نفسه وحطيت عليه جزء اروماتيك يعني ممكن يعمل ابدال على الحلقه، وكتبت هنا سي اتش 2 سي اتش 3 وبدي اعمل له هالوجينيشن، بصير اذا قلت لكم فعلوه مع سي ال 2 في وجود اف اي سي ال 3، اذا بدكم تحطوا سي ال على الحلقه. واذا قلت لكم فعلوه مع سي ال 2 في وجود الضوء او الحراره، بدك تحطوا سي ال 2 وين؟ على هانا. الان هذه او هذه كم ناتج ممكن نعمل؟ 2. واضح؟ يعني هذا لما نيجي نقول لكم اكمل المعادله ونحط سي ال 2 اتش فريكوانسي او هيت، شو الناتج اللي بدكم تكتبوه؟ نفس هذا، اما تحطوا سي ال على هذه الكربون او على هذه، بس بدكوش تقربوا على الحركه على الحلقه. واضح؟ لكن لو كان الكلام سي ال 2 مع اف اي سي ال 3 بدنا نحط على الحلقه، وبعد شويه بصير طبعا على اي موقع بدنا نحطه على الحلقه بنتعلمه ان شاء الله اليوم. المهم انه التفاعل وين بيتم؟ على الرينج. نتعلم وين؟ على الرينج. وضحت هذه الفكره؟ الان بنفس المنطق لما انا بدي اعمل نيتريشن،
الآن أوتو برضو بنباعش، لكن ممكن إن نعمل NO2 في من خلال انه بنضيف HNO3 حمض النيتريك مع H2SO4 بدون تفاصيل. هدول الاثنين بيطلعوا لي ايش؟ NO2 بلس بتتفاعل محل ايش؟ الH بلس. كذلك مثلا في السلفونيشن بحط الريجنت اللي عندي SO3 مع H2SO4، هدول ايش بيطلعوا لي؟ HSO3 بلس. يعني بعمل جينيريشن توليد للجزء الموجب اللي بده يتفاعل. في الالكايليشن لما بدي احط R، من وين بدي اجيب R؟ ايضا بحط RCl مثلا مع FeCl3. وضحت الفكره؟ هدول ايش بيعطوا مع بعض؟ R بلس. هدول مع بعض بيعطوا R بلس. طبعا بالضبط محل ما بتكون الار مشبوكه بالهالوجين محل ما بدكم تشبكوها بالبنزين. خليني اوضح لكم هذا الكلام. يعني لو افترضتوا انه عندكم بنزين بهذا الشكل واجيت قلت لكم زائد هاي هنا سي ال واف اي سي ال 3 واكتبوا الناتج. الان هذه مجموعه ار Cl مع FeCl3. لما بدي اكتب هذه المجموعة كم كربون؟ ثلاثة. من وين بدي اشبكها؟ Cl. محل ما هي شابكة مع Cl. بديش اجي اشبكها من هان او من هانا. عشان هيك الناتج هانا بده يصير بهذا الشكل. محل ما كانت المجموعة متصلة هانا مع Cl، محل ما بدي اشبكها في مثل ما هي السي ال خلص طلعت مع الاف اي سي ال 3 السي ال السالبه زي ما قبل شوي عملنا. انا باخذ بس الار، واضح؟ انا باخذ الار. بعد هيك بتعود السي ال تفلت من الاف اي سي ال 3، لكن طلع هنا اتش موجب، مش شلنا اتش موجب؟ الاتش الموجبه اللي طلعت مع السي ال السالبه اللي هنا شو حيعطيني؟ اتش سي ال. والاف اي سي ال 3 حيرجع زي ما هو، هي معنى كاتاليست. واضح؟ وكذلك الحال في عمليه الاسيتيليشن او الاسيليشن، بدي استعمل ار سي دبل بوند او سي ال برضه مع اف اي سي ال 3 او المنيوم سي ال 3، نفس الفكره. الان هذا بياخذ السي ال هيك بهذا الشكل، ايش ضل عندي؟ ار سي دبل بوند او. بتشبك من وين؟ من عند الكربون. هذه بتعطينا الاسيتيل جروب. واضح؟ فالخلاصه انه احنا الاشياء الموجبه اللي بنفعلها تولد اثناء التفاعل، يعني ما بيشتريش الواحد هذه الريجنتس الموجبه، عاده بخلط مادتين، المادتين بيطلعوا الموجب. ملاحظين؟ هنا حطينا مادتين، هنا ها في كل منطقة احنا بنخلط مادتين بطلعوا الشغلة الموجبة اللي بتحل محل الهيدروجين الموجب. هيك بتم الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. الان بصير سهل علينا الان ان نكمل تفاعل. يعني لو قلنا لكم اكمل المعادلة، هاي هنا اللي بدها تطلع السي ال وهذه بدها تضيف من هذه النقطة. هنا هدول التنين ايش بحطوا؟ NO2. هدول بده يتفاعل هان. يمكن البعض يقول طب ليش حطينا المجموعة هان؟ تنسوش انه ست مجموعات في البنزين متكافئة. يعني لما نقول هان اكمل المعادلة، لو واحدة كتبت الجواب هان والثانية هان والثالثة هان والرابعة هان والخمسة هان والسادسة هان، كله صح. الهيدروجينات الستة في البنزين متكافئة، ولذلك بأي نقطة حطوا الجواب يعني هذا اسمه أسيتوفين. طب لو ارتسم هان وهان، واضح؟ او لو افترضنا كان كلوروبنزين، كلوروبنزين هان، واضح؟ فلو سالناكم the six hydrogens of benzene are equivalent، واضحه الفكره؟ وين ما بدكم حطوا المجموعه، نفس الشيء تماما، نفس الشيء تماما. هذا الكلام الان
وين موجود اللي هو نظام الإكويفالنت؟ في البنزين. البنزين ما عليهوش ولا إبدال، حطيت الإبدال الأول. طيب لما الآن ننتقل للنقطة الأهم في موضوعنا، طب لو يا ترى جبت سبستيتيوتد بنزين عليه إبدال واحد أصلا، يعني مثلا جبنا هذا المركب الطلوين وبدنا نعمل عليه تفاعل كلورينيشن أو نيتريشن أو أي تفاعل، وين بدنا نحطهم؟ بصير السؤال يا ترى على الحلقة كم هيدروجين موجود على الحلقة؟ خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي على الحلقة. كم نوع الهيدروجينات اللي على الحلقة؟ هذا نوع. هدول التنتين زي بعض، لاحظوا موقعهم بالنسبة لإيش؟ للمثل. وهدول التنتين زي بعض، وهذه نوع ثالث. إذا هدول ثلاث أنواع. طبعا لو أنا كنت بسأل كم نوع الهيدروجين اللي على الحلقة، هتقولوا لي ثلاثة. اللي في الجزيء بالمجمل أربعة، هذا نوع رابع. الآن لما أنا بعمل تفاعلات الأروماتيك ماليش بهذا، إلي هان وهان وهان. طيب لو عملت تفاعل نفترض كلورينيشن، بصير السؤال اللي عندي وين بدي أحط الكلور؟ على هذا الموقع طبعا زي هذا، أو على هذا زي هذا أو على هذا. كم احتمال بصير عندي؟ ثلاثة. لاحظوا الاحتمال الأول لأنه مباشر بنسميه أورثو، واللي بعده ميتا، واللي بعده بارا. كلام منطقي ولا؟ وهذا أيضا، وهذا ميتا. الآن المجموعة اللي صارت موجودة بتصير تتحكم هي بالتفاعل، مش المجموعة اللي بتيجي من برا اللي بتتحكم بالتفاعل. اليوم يوم ما بيجي ضيف عليكم، مين اللي بتحكم وبيقول للضيف اتفضل هان وهان؟ صاحب البيت ولا الضيف؟ صاحب البيت. وعشان هيك احنا المثل اللي عندنا بنقول الضيف ايش؟ أسير لمحله. يعني زي ما بيقولوا إذا كان مثلا هذا الضيف إنسان غريب شوية ممكن تقولوا له تفضل على غرفة الضيوف. إذا افترضنا أنه الضيف خالكم بتقولوا له تفضل على الصالون. إذا مين اللي تحكم وين يجيب الضيف؟ صاحب البيت. الآن مين صاحب البيت هنا؟ هذه المجموعة. واضح؟ ولذلك هذه المجموعة اللي هنا إلها تأثيرين. التأثير الأول أنها تؤثر على التفاعل من ناحية السرعة، يعني بعض المجموعات بتزيد سرعة التفاعلات وبعضها بتنقص. هذا الإفكت بنسميه إيش؟ رياكتيفيتي إفكت، يعني لها تأثير بالسرعة زيادة أو إنقاصا. هذا التأثير الأول الرياكتيفيتي إفكت. التأثير الثاني بنسميه أورينتيشن إفكت، لها تأثير على أي موقع. أورينتيشن موقع، على أي موقع تقول للمجموعة اللي جاية تفضل انتهان تفضل هان تفضل هان، مين اللي بيقول؟ اللي جاي ولا اللي موجود؟ الموجود. ولذلك إلى التأثير الثاني الأورينتيشن، أو بنسميه مرات ريجيو كيمستري. عارفين إيش يعني ريجيو كيمستري؟ ريجيو الموقع، يعني أنها تحدد إلى أي موقع تذهب المجموعة الجديدة، هي معنى ريجيو كيمستري. الآن المجموعات تصنف إلى نوعين، في مجموعات منشطة تزيد سرعة التفاعل بنسميها activating groups، وفي مجموعات مثبطة بنسميها إيش؟ deactivating groups، وهذه بدنا نتعلمها. الآن المجموعات المنشطة أشهرها وأعلاها زي ما هي مرتبة هنا في زيادة التنشيط، الـ NH2 اللي في الأنيلين، بعدين الـ OH، بعدين الـ OCH3، بعدين الـ CH3 والألكل. هذول سهلين بنقدر نحفظهم، هذول بنسميهم مجموعات إيش؟ منشطة. المجموعات المثبطة بتبدأ من هذا الخط، لاحظوا هذا خط الهيدروجين يعني البنزين، اللي أعلى منه منشط واللي أقل منه مثبط. Activating و Deactivating، كل ما طلعت لفوق بزيد التنشيط، كل ما نزلت لتحت بزيد الإيش؟ التثبيط. ولذلك الهالوجينز are deactivating، النيترو deactivating، السيانو deactivating، الحامض deactivating، يعني انه تفاعلها بيكون اقل من تفاعل ايش؟ البنزين لوحده. اللي لو كانت هذه ال RH، معنى انه لما بنحط هنا انه ال RH اللي هي نقطة المرجع، لو هذه H كان صرت انا ايش؟ البنزين.
فاللي فوق منها أسرع من البنزين، اللي تحت أبطأ من البنزين. هذا بالنسبة للسرعة. الآن السرعة مش كتير بتفرق معكم، عارفين ليش؟ لأنه مش كتير بنيجي نسألكم مين أسرع مين أبطأ، لكن لما نقولكم أكمل المعادلة بيفرق معكم على أي جهة تحطوا الناتج الأورينتيشن. عندنا قاعدة بسيطة للأورينتيشن بشكل عام، المجموعات المنشطة مضاف إلها الهالوجينات، يعني بيبدأ الخط من عند هنا، هذه بتودي على موقع أورثو بارا، والمجموعات الدي أكتيفيتنج بتودي على موقع ميتا. يعني لو كنت أنا بفاعل مثلا مع طولوين وبفاعله مع سي أل 2، وين حيجي الناتج؟ سي أل 2 في وجود أف إي سي أل 3 على أورثو بارا. الآن بحطش على نفس الجزء أورثو بارا، لا بكتب ناتجين، يعني مثل وعلى أورثو كلور ومثل وعلى بارا كلور، واضح؟ خليط من ناتجين الاحتمالين. لما بنفاعل مع المجموعات اللي فوق الخط اللي موجود عندنا، الناتج خليط من مركبين، الأورثو والبارا. الآن انتبهوا معي لخطأ شائع دائما بيعملوه الطلاب، رغم انه انا حكيت عليه اكم مرة، الف مرة اليوم، ورغم هيك من خبرتنا 30% من الطلاب بيعملوا هذا الخطأ. لاحظوا النيترو مجموعة ايش؟ مثبطة. وين بتودي؟ على ميتا. الان طب شو الخطأ اللي بيعملوه الطلاب ومش عمال يبطلوا عنه على مدى السنين؟ لما اجي اقول اكمل المعادلة، وين بدي احط الجواب؟ الحمد لله انه كلكم غلطتوا. لاحظوا معي، انا قلت لكم اللي بتحكم اللي هانا، عطول راح مخكم هانا. هذه لو هي موجودة هانا بتودي عميتا، اللي بتحكم في التفاعل المجموعة الموجودة. كم مرة حكيتها؟ هذه الموجودة وين بتودي اللي جاي؟ وعشان هيك المفروض انه قبل ما اكتب مع ايش بتفاعل، لو كتبت بس هيك ولسه قاعد بكمل، لسه ما كتبتش مع ايش بده يتفاعل، انتوا تكونوا جهزتوا الجواب. هذا وين بده يودي؟ على اورثو بارا. سواء تفاعل مع ميثيليشن تاني، مع اتش، مع فلور، مع هالوجين، اللي بتحكم بالتفاعل هذا. ولذلك لما هنا بدي اكتب HNO3H2SO4، اللي بتحكم الاصلي، الناتج حتكتبوه بهذا الشكل، CH3 وتحطوا هنا NO2 زائد، هيو على اورثو، CH3 وتحطوا هنا NO2 خليط، تكتبوا الاحتمالين. لو انا كنت بادي مثلا بنيترو بنزين، وقتها بده يودي على وين؟ على ميتا. فهي للمرة العشرين اللي بتحكم بالتفاعل مين؟ الأصلي، عندي الموجودة أصلاً وليس الطارئة، وكلام بتهيألي منطقي فيش فيه ولا مشكلة. واضحة الأفكار؟ يكاد يكون معظم الأشياء اللي ضايلة عندنا أشياء تطبيقية على هذه الفكرة. خلينا نشوف، هاي هذا الكلام بيجيب لي اللي بيودوا أورثو بارا لحد الهالوجينز. لاحظوا انه الهالوجينز لو انا بدي اصنفهم شو بدي اقول عنهم من ناحية تأثيرهم؟ اكتيفيتنج ولا دي اكتيفيتنج؟ لكن من ناحية التوجيه، الهالوجينز اكتيفيتنج دي اكتيفيتنج. ليش خربطتونا؟ الهالوجينز دي اكتيفيتنج لكن بيودوا وين؟ اورثو بارا. لو سالتكم عن المثل، اكتيفيتنج اورثو بارا. لو سالتكم عن النيترو، دي اكتيفيتنج ميتا. وضحت الفكره؟ استاذ الهيدروجين زي الهيدروجين بنزين، خلص نقطه التعادل، واضح؟ ترجع بنزين وببطل في أورثو بارا، برجع انه ست مواقع متكافئه، واضح؟ الهيدروجين خلص رجعوا ست مواقع متكافئه بنزين.
الآن لاحظوا على أرض الواقع، هاي أمثلة تطبيقية، هاي أمثلة تطبيقية. هاي تولوين بدي أعمل له نيتريشن، شو النواتج اللي بتطلع؟ هاي الأورثو قديش نسبته؟ 63%. هاي البارة قديش نسبته؟ 34. الآن الميتة هذا طالع شوية صغيرة، 3% تعتبر عدم. هذا منطقي في الدنيا بالمناسبة. يعني إحنا على سبيل المثال بنقول إنه الأصل في المسلمين إنهم بيقتلوش وبيؤذوش الناس، لكن بنلاقي لناش 2-3 بيقتلوا وبيؤذوا الناس. فمعنى إنه أنا بقول أورثوبارا، أورثوبارا إنه النواتج الأساسية أورثوبارا. الآن بطلعش شوية شذوذ؟ بطلع، طلع بنسبة 3%. واضح؟ بس إحنا في إكمال المعادلات بديش تكتبوها 3%، مسامحكم. هنا إحنا بنجيب نتيجة تجربة حقيقية، لكن لو أكمل المعادلة بس اللي بقبله منكم لسبب بسيط إنه ما عندكوش أنتوا الإجابات. انتبهوا معي، ليش الأورثو يكاد يكون طلع ضعف البارة؟ في واحدة شاطرة تجاوبنا؟ لأنه في تنتين، شوفوا الناس، لأنه في احتمالين، بل البارة واحدة أورثو احتمالين. هاي مثال ثاني تأكيدي. السيانو هذه بتودي على ميتا. لاحظوا مركب الميتا قديش طلعت نسبته؟ 81% هو الأساس. الآن بيطلع شوية أورثو وشوية بارة، لكن بنعتبرهم نسب قليلة. فالجواب اللي بدنا نشوفه حقيقة الميتا وبس. واضح؟ الآن على السريع، وأنا بدي أقف هنا أسكر على هدول عشان نأكد إنكم فاهمين الكلام. لما نقول هنا بدنا نكمل المعادلة، أنتوا على طول بدكم تجاوبوا بدون ما تعرفوا إيش اللي موجود هنا. بدكم تقولوا أورثوبارا، هذه ميتة، هذه ميتة، وبعدين كملوا الجواب. انتهى. واضحة الفكرة؟ هذا بحط بروم، هذا بحط كلور، وهدول الريجنتس مع بعض بحطوا ايش؟ يود. من الأسئلة المتكررة هنا ودائما يجب ان نسأل عنها الطلاب، انه احنا بنجيب مركب في مجموعتين وبنقولكم يا ترى مبتدئا من البنزين كيف بتحضروا لنا هذا المركب؟ انتبهوا معي. هاي مثلا هذا مركب، الآن أنا بقولكم مبتدئا من البنزين كيف بدكم تحضروا هذا المركب؟ عارفين وين محور السؤال هان؟ محور السؤال إنه أنا عندي مجموعتين، يا ترى بدي أضيف هذه في الأول وبعدها هذه، ولا هذه في الأول وبعدها هذه؟ بديش أنسى أنا أنه المجموعة اللي بضيفها بالأول هي التي تتحكم بالتفاعل. الآن لو يا ترى ضفت المثل في الأول، المثل وين بتودي؟ أورثوبارا، يعني بتطلع لي هذا الناتج. طب لو ضفت هذه في الأول الأستين، لو رجعنا بتودي ميتا، مش هتطلع لي الناتج. ولذلك هذا لما باجي بشتغل الآن تنفيذا بقول CH3Cl مع ألومنيوم كلورايد، هيحط إيش؟ CH3. بعد هيك باجي بقول CH3C OCl مع ألومنيوم كلورايد. لاحظوا هذا الكلام بدكم تتدربوا على كتابته، إحنا الآن محاضرة، بدكم ترجعوا تحضروا التصوير وتتدربوا وتحفظوا. بحط في أي موقع؟ الأورثو زائد البارة. إحنا اللي مطلوب منا إيش؟ البارة، وبنكتب هنا كمان زائد الأورثو كومباوند، صح؟ بس هو طالب كيف بنحضر الأورثو البارة، عفوا. الآن نفس الإشي الأمثلة اللي عندكم سجلتوا؟ يلا سجلوا. وبكون سعيد إنكم أنتوا تجاوبوا. لو قلنا لكم هذا المركب كم مجموعة فيه؟
طب اذا بدي ابدا من البنزين، هذه وين بتودي؟ يلا اورتو بارا. وهذه العلاقه الموجوده، اذا ايش اللي لازم ابدا فيها؟ ستارت باي نيتريشن. الان هذه سي او سي اتش 3، هذه اللي هي الصيده بالبند او سي اتش 3 هيك ميتا، وهذه اورتو بارا. الان العلاقه الموجوده، اذا ايش اللي لازم ابدا فيه؟ الاسيليشن. الان هذه ميتا بتودي على ميتا بوزيشن، هذه وين بتودي؟ اورتو بارا. اللي موجود عندي، اذا ايش اللي لازم ابدا فيه؟ هذا الكلام طبقوه عاد انتم بالايد واستمتعوا بتطبيقه. واكيد لو دخلتوا على الامتحانات السابقه حتلاقوا في كل امتحان سؤال من هذا النوع، انه بنجيب مركب تو سبستيتيوانتس وبنقول لكم كيف بتحضر هذا المركب من البنزين، عشان نشوف انكم فهمتوا قصه الريجيو كيمستري. بضل عندي شغلتين صغار بدقيقتين، الحمد لله خلصنا. انه غير البنزين في عندي مركبات كتير فيها اكثر من حلقة بنزين، تمام؟ الان اذا بتلاحظوا انتو البنزين كم باي الكترون كان فيه؟ 6. بعد البنزين بيجينا النفثالين، قديش فيه؟ 2 4 6 8 10، لما ينضرب البونس في 2 10. انا عندي قاعده اسمها قاعده هوكل، بتقول لازم عدد الباي الكترون يكون 4n+2. 4 × 1 زائد 2 4 × 2 زائد 2 14 18 4 × 5 20 زائد 2 22. الآن عدد الباي إلكترونز لازم يكون زي هيك، إذا كان زي هيك بيكون المركب اللي عندي إيش؟ أروماتيك. يعني المركب عشان يكون أروماتيك بده يكون فيه باي إلكترونز يا 6 يا 10 يا 14 يا 18 يا 22. لاحظوا أنا قديش عددهم بالنفثالين؟ 10. هنا 2 4 6 8 10 12 14 ثلاث حلقات، بصير اسمهم أنثراسين أو فينانثرين بهذا الشكل. الآن بعد هيك هذا المركب هاي في البايرين مع بنزينة، عشان هيك إيش بسموه؟ بنزو إيه بايرين، يعني هو دمج من البنزين مع البايرين، فإيش سميناه؟ بنزو بايرين. هذا المركب اللي موجود في السجائر وبيسبب السرطان، وموجود في الحرق، بيطلع من الحرق، سواء حرقنا كاكاو، بخور، سجائر، تبغ، شيشة، معسل، كل الحرق هذا دائما بيطلع البنزو اي بايرين اللي هو الكارسينوجينيك كومباوند. كل الحرق اللي هنا بيطلع بنزو اي بايرين اللي هو ايش؟ كارسينوجينيك كومباوند، مركب مسرطن. حتى انتبهوا معي، البخور مش كتير تولعوه في الدور، نفس الاشي بطلع البنزو اي بايرين. الكاكاو اذا انحرق كتير في الكيك او ما الى ذلك، كل المنطقة المحروقة بصير فيها بنزو اي بايرين، ما تاكلوش الاشي المحروق، واضح؟ بيكون فيه البنزو اي بايرين المركب الكارسينو جيني. الخشب بطلع ثاني اكسيد كربون، اول اكسيد كربون، وبخنق الناس، ديروا بالكم منه من الخنق. اخر شغله عشان اخلص، هي عباره عن اكتشاف حديث، يمكن لما حكيت على الالوتروبس حكيت لكم اياه، كره الكربون 60. كلكم بتعرفوا الكربون في الطبيعه موجود على اي اشكال؟ جرافايت ودايموند. الآن بال 1980 وبعد لقوا صورة جديدة من 60 ذرة كربون، هذه الصورة سموها كربون 60، لأنه هدول النقاط كم ذرة؟ 60. واللي حدد أو ساعد تحديدها إنسان اسمه بوك مونستر فولر، وعشان هيك سموها فوليرين،
الناس اللي اكتشفوا هذا الكلام أخذوا عليه جائزة نوبل في الكيمياء، أخذوا عليه جائزة نوبل في الكيمياء بحدود 95، مش زمان، واضح؟ اللي هو الفوليرين. إيش اللي قالوا؟ قالوا 60 ذرة موجودين على سطح كرة، والكرة عبارة عن أشكال سداسية وخماسية 32 وجه، ال 32 منهم أظن 20 سداسي و 12 خماسي. لو رحتوا أنتوا على البيت وشفتوا أي كرة موجودة، عديتوا الوجوه اللي موجودة عليها، كتبتوا 1 2 3 4، هتلاقون كم وجه؟ 32. لو عديتوا النقاط اللي هذا اللي تمثل الكربون، هتلاقوهم كم نقطة؟ 60 نقطة. ولذلك سموا هذا كرة الكربون، وإلى تطبيقات كثيرة في الحياة. هي أساسا بتشبه المركبات الأروماتيك، لكن علم خاص مش موضوعنا إنه الآن نحكي فيه. اللي جابها إنه فيها الحلقات السداسية، اللي فيها الحلقات السداسية، واكتشاف يعني جديد وإله كثير من التطبيقات. بهيك بننهي اليوم، وبنشكركم على حسن الاستماع.